المستشفى دي قيمة عالية جدا، المستشفى دي عبارة عن فيه 100 مليون يورو محطوطين على الأرض، إزاي شغال في 4 ساعات في اليوم؟ المستشفى ده مش شغال 24 ساعة في اليوم، وفي بلد أنا عايز أبتدي أعمل إديوكيشن صحيح وتعليم صحيح، لازم الهيئة الإدارية والهيئة الفنية للمستشفى يضربوا في 2 إداريين وأطباء وممرضات لأول 8 ساعات، إداريين وأطباء وممرضات لتاني 8 ساعات. وبالتالي تبقى المستشفى ماشي، غرف العمليات لا تتوقف. أنا عندي استثمار حقير موجود على الأرض. بقفله الساعة 12 وأروح. ده خلل اقتصادي ضخم. بعدين هذه الإدارة عندي أطباء بياخدوا فلوس لمدة 8 ساعات وبعدين أبص ألاقيهم جايين كل واحد في 3 4 عيادات في أماكن مختلفة، مع إن أنا ممكن العيادات الخارجية اللي في المستشفى تبقى هي عياداتهم الخاصة. الأسمنت الفاضي 12 ساعة ده أنا ممكن أقدره يبقى هو عيادات خاصة بتاعت الدكاترة اللي بيشتغلوا في المستشفى. وبالتالي ما يجريش هو في حديث عيادة، إن أنا بضيع وقت وبنيكم